الجزء الآخر هو جزء تكميلي للطريقة السابقة الانتجرال involving AX square plus BX plus C طريقة إكمال المربع. فهذه الطريقة هي called completing the square. نحول المعادلة مالتنا إلى طريقة فرق بين مربعين ونوجد نسوي طريقة يعني نكمل المربع برقم نزيد رقم ونطرح رقم وراح نشوف أنه هذا راح يسهل لنا الحل. طبعا هاي تكملة للطريقة السابقة فراح يشوفون هنا الشرح مختصر بها الطريقة فقط هو يريد يوضح الخطوة الأولى. الخطوات الباقية هي نفس الكلام اللي صار هناك. رأسا مباشرة راح نبدي بالأمثلة الخمسة طبعا بها الأول والثالث والرابع محلولة يبقى عليكم الثاني والخامس. خلونا نشوف الأول مثال dx over تحت الجذر 2x ناقص x تربيع. راح أسحب الماينس عامل مشترك هنا شو راح يصير تحت الجذر ماينس x سكوير ماينس 2x. شو نكمل المربع هذا قلنا نضيف ونطرح واحد الزائد واحد يبقى برا ناقص واحد شو راح يصير بي راح يضرب هذا الماينس ويدخل للقوس شو يصير يصير x سكوير ناقص 2x زائد واحد باعتبار انه القوس مضروب بالسابق مالته بماينس. هذا الكلام اللي هو اتوضح هنا صار 1 ماينس x سكوير ماينس 2x بلس 1. هذا الفرق بين مربعين شنو x ناقص واحد الكل تربيع فصار تحت الجذر 1 ناقص x ناقص 1 الكل تربيع dx. هنا شنو هذه باعتبار a سكوير ماينس الx سكوير. الاي سكوير هي شنو هي 1 فالاي هي 1. الx سكوير مالتي هي منو تساوي لنا الx سكوير يساوي لنا x ناقص 1 الكل تربيع. شيل التربيع من الطرفين شو يبقى الx هو x ناقص 1. فيقول x ناقص 1 هنا هي الفرضية مالته من نشوفها اي تربيع ناقص x تربيع معناها الدالة مالته شنو الثيتا او الx شو تساوي لنا شو يصير يصير ساين ثيتا مضروب باي الاي قلنا 1 ساين الثيتا. الx هنا هو ايش طلعها طلعها كل x ناقص 1 هي x الفرضية مالته ففرض الx ناقص 1 يساوي لنا ساين الثيتا اشتقها الدي اكس يساوي لنا كوساين الثيتا دي ثيتا. اعوض بمكان الداله راسا مباشره اقول دي اكس على 2 اكس ناقص اكس تربيع هاي الداله الاصليه اللي هو انطاني اياها اعوض بمكان الدي اكس بكوساين ثيتا دي ثيتا على 1 ناقص الاكس ناقص 1 هي شنو هي الاكس الاصليه مالتي اللي هي فرضتها تساوي لنا ساين الثيتا فبمكان هذا القوس بمكان هذا القوس ايش راح اخلي اخلي ساين تربيع 1 ناقص ساين تربيع هو شنو كوساين تربيع تحت الجذر صير كوساين كوساين تختصر ويا الكوساين شو يبقى لي يبقى لي بس تكامل الدي ثيتا ويساوي لنا ثيتا بلس سي. قلنا ما يصير ابقي ثيتا ارجع للفرضيه اقول اكس ناقص 1 يساوي لنا ساين الثيتا اذا من هنا ساين الثيتا وحده شو تصير تصير ساين انفرس الاكس ناقص 1 بلس سي. هذا السؤال الأول. السؤال الثالث قلنا الثاني هومورك هذا. السؤال الثالث عندنا دي اكس على 2x تربيع زائدا 2x زائدا 1. هنا ايش راح يصير؟ راح اسحب الاثنين اللي بالمقام عامل مشترك يصير 2x تربيع زائد x زائد نصف. الاثنين اللي بالمقام طلعتها برا التكامل صارت 1 على 2 دي اكس على اكس تربيع زائد اكس زائد النصف. هذه ايش راح يسوي؟ راح يضيف ربع نصف الحد الثابت يضيف ربع ويطرح ربع. فهنا مجرد انه سواها فرق بين مربعين اكس زائد النصف الكل تربيع زائد ربع. الاكس زائد نصف هي الاكس الاصليه مالتي هي مو اكس تربيع زائد الاي تربيع. هنا الاكس زائد نصف شي يصير يصير اي تان ثيتا. الاي ايش قد الاي تربيع هي ربع اذا الاي ايش قد هي نصف فيصير اي تان ثيتا يعني نصف تان الثيتا. هذا يؤدي انه المشتقه مالتها شو تصير نصف سيكن سكوير ثيتا دي ثيتا بس مجرد ترجع تعوض بمكان
الدالة الأصلية راح يصير نصف ال دي اكس هو نصف سيكن تربيع ثيتا دي ثيتا، وهنا أنا عندي بالمقام x زائد نصف هي 1 على 4 تان تربيع الثيتا زائد ربع، هاي ورا معوض بمكان نصف تان الثيتا بمكان ال x زائد نصف، وهاي كل تربيع شو تصير؟ تصير ربع وتان الثيتا بالمقام زائد ربع. هنا أنا طبعا اختصار راح يصير بيناتهم، راح يطلع لي تكامل ال دي ثيتا، هذا هم تبسيط. قلت لكم هنا المشكله مو بالتبسيط اللي بعد التكامل، مشكلتي كلها شلون اوفر الفرق بين مربعين دي ثيتا، وهذا الاشتقاق مالته والتكمله مالته ما عندي بها اشكال. المثال الرابع x تربيع زائد 2 x زائد 2 راسا مباشره هنا راح يسحب يعني يضيف واحد ويطرح واحد، فراح يصير x زائد 1 الكل تربيع زائد 1 تحت الجذر. وهذا الكلام وش راح يسوي له؟ راح يطلع انه ال x زائد 1 باعتبار انه هذا ال x سكوير وهذا ال a سكوير الواحد، فيصير x زائد 1 يساوي تان ثيتا دي x هي سيكن سكوير ثيتا دي ثيتا، وهذا نفس الكلام اللي ينطبق على العملية السابقة، بس هنا بالاخير راح يرجع يعوض المكان لان يطلع له سيكن ثيتا. شوفوا هنا أنا ليش رجع للمثلث، يعني طلع على سيكن ثيتا، فلازم يرسم على المثلث يقول يابا هذا المقابل هذا المجاور وهذا الوتر حتى يطلع من أجهم يعوض مكان السيكن والتان. هذه الأمثلة هي ساندة للأمثلة السابقة، فقط التوضيح اللي مطلوب بها أنه شلون نسوي فرق بين مربعين بإضافة وطرح. طبعا هاي الفكرة إذا تشوفون أكو بالشيت السابق اللي قبل هذا أكو سؤالين أو ثلاثة ما تنحل إذا ما تسويها بإضافة العفو ثابت وطرح هذا الثابت حتى نكمل الفرق بين المربعين. هاي الثلاث أمثلة توضيحية، وهاي كلها قلنا طبعا الهومورك هذا الخامس همينة هومورك، يعني الثاني والخامس هومورك، هذول الثلاثة البقية هم فقط يعلموني شلون أسوي فرق بين مربعين وأرجع أحل نفس الكلام اللي صار بالعملية السابقة.